السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طالب فتحي في هذا الفيديو رقم 1 بالنسبة للشابيتر 2 المادة ديال لا كونتابيليتي اي ماتيماتيك فينونسيير بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا. هذا الفيديو غتهم أيضا حتى لي زيتيديون ديال لا فاكولتي بالنسبة للاس ان لو موديل كونتابيليتي جينيرال. بالنسبة للو بلون دي كور غيكون فيه ثلاثة ديال المحاور. المحور الأول غندخلو بواحد ليكزومبل انتروديكتيف، هاد ليكزومبل هذا هو اللي غيخليكم ان شاء الله تفهموا الدرس مزيان. المحور رقم جوج غنتعرفوا على لي كومبوزونت ديال لو باتريمون لونتربريز. بالنسبة للمحور الثالث والاخير غنتعرفوا على نوسيون دو بيلون، يعني المفهوم ديال البيلون شنو هو. نبداو على بركة الله بالإكزومبل. لو 1 جانفي 2017 Ahmed et Mohamed ont décidé de créer une société AM Sarl. Sarl est un nom des sociétés. Pour cela, ils ont apporté un capital de 550 000 dirhams. Mais cette somme d'argent est insuffisante pour débuter l'activité. Ils ont emprunté une somme de 100 000 dirhams auprès de la Banque Populaire. Calcacidi, في 1 جانفي 2017 أحمد ومحمد قرروا أنهم ينشئوا واحد شركة. وباش ينشئوا هذه الشركة هذه جابوا واحد رأس المال اللي غيبداو به النشاط الاقتصادي ديالهم اللي المقدار ديالو 550 ألف درهم. ولكن هذا المقدار هذا ما كافيش باش يبداو النشاط ديالهم. شنو داروا؟ مشاو عند لابونك وتسلفوا 100 ألف درهم. هاد الفلوس هادو اللي جمعوا لحد الساعة اللي هما 550 ألف درهم زائد 100 ألف درهم اللي هي لا توتال 650 ألف درهم، شنو غيديروا بها؟ Ils ont employé cet argent de la façon suivante. دوك الفلوس اللي جمعوا كرأس مال غيشريو به لوكال اللي المقدار ديالو 380 ألف درهم. اللوكال هو المقر ديال لونتربريز. لاكيزيسيون دو موبيلي دو بيرو 70 ألف درهم. لي موبيلي دو بيرو بحال مثلا مكتب، يعني بيرو، كرسي، فوتوي، اكسيتيرا. لاكيزيسيون دون فواتور 120 ألف درهم. غيشريو السلعة اشار دو مارشانديز ولكن اكريدي 50 ألف درهم. ديبو اون بانك غيحطو 60 ألف درهم في الكونت بانكير اللي غيفتحو، حيت اي انتربريز ملي كتبدا الخدمة ديالها خاصها ضروري تفتح واحد الكونت بانكير. وغيخليو فلوس في لاكيس اللي المقدار ديالهم 20 ألف درهم. طرافاي افير بريزونتي دون ان تابلو لي موان دو فينونسمون، يعني وسائل باش غيمولوا لونتربريز ديالو اللي هما مصادر الدخل. اي لي ديفيرون يوتيليزاسيون دو سي مويان، يعني هادوك الفلوس اللي جابو فين غيخسروهم، فين غيستثمروهم. سو سون دي زومبلوا، يعني فين غيوظفو دوك الفلوس. دو لا سوسيتي ا ام سارل ا لا دات دو سا كرياسيون، يعني في 1/1/2017. بالنسبه للسوليسيون، لو طابلو اللي مطلوب منا في لو طرافاي افير غيكون بحال هكا. غيكون طابلو فيه واحد الخانه ديال لي زومبلوا و لي مونطون ديال لي زومبلوا، وخانه ديال لي ريسورس اي لو مونطون. بالنسبه لي ريسورس، شنو احمد ومحمد ملي كخيو لونتربريز ديالهم شنو جابو؟ جابو ان كابيتال سوسيال اللي هو المقدار ديالو 550 ألف درهم. علاش سوسيال؟ حيت متشاركين فيه بجوج بيهم. لو كان كابيتال بيرسونيل غيكون ديال واحد الشخص. قلنا بلي هاد لاسوم هادي ما كانتش كافيهم باش يبداو الخدمه ديالهم، الوغ كانوا مشاو عند لابونك وتسلفوا. هذاك السلف راه هو السورس، راه دخل ديال الفلوس. اون برين او بري دي زيتابليسمون دو كريدي. هاد الكونت هذا راه ماشي جبتو من راسي، ولكن الا فتحتو داك الكتيب الاحمر اللي هو لو بلون كونطابل جينيرال ماروكان اللي كنت شرحت لكم ليتيليزاسيون ديالو في لي فيديو اللي فاتوا، بالضبط في الصفحه رقم 9 غتلقاو تما واحد الكونت
اول صفحه للنيميرو دو كونت ديالو 14 81، غتلقاو السميه ديالو بحال هكا اونبخا او بخي دي زيتابليسمون دو كريدي. هاد لو كونت هذا شنو كيمثل؟ كيمثل ديك لا سوم ديال لارجو اللي كنتسلفو من عند شي بنكه، ولكن اللي غنردوه في واحد المده اللي كتفوت سنه، ما غنردوهش اقل من 12 شهر، حتى تفوت 12 شهر عاد غنردوه. حيت كيف ما قلنا في الاول، البلون كومطابل علاش جا؟ باش يوحدنا، يعني يوحدنا الخدمه ديالنا، باش نكونوا حنا كديزونتربريز في واحد الدوله كاملين كنخدموا بطريقه واحده. يعني ماشي انا غندير اونبخان الاخر غيدير شي كلمه اخرى، يعني كاملين بين النهار اللي غنجيو نسجلوا لونبخان غنسجلوا اونبخان اوبخي دي زيتابليسمون دو كريدي. ابخي غنسجلوا لو كونت فورنيسور اللي كيمثل لي هاد لاشا دو مارشونديز اللي شريت اكريدي. الا مشيتو لو بلون كونطابل الكلاس 4، غتلقاو تما واحد لو كونت نيميرو ديالو 44 11، الاسم ديالو فورنيسور. هاد الكونت هذا شنو كيمثل لي؟ كيمثل ديك السلعه اللي شريت من عند الفورنيسور، ولكن اكريدي، يعني كيسال لي الفلوس. هذاك السيد اللي كيسال لي الفلوس كيتسمى لو فورنيسور، حيت هو اللي شريت من عنده ديك السلعه. هذاك السلف اللي سلف ليا، او ديك السلعه اللي باع ليا اكريدي، كتسمى ديك الكريدي كيتسمى لا ديت. هذيك لا ديت في لو بلون كونطابل ما كاينش ديت هكا، يعني مكتوبه ديت، ولكن غتلقاوها مسجله في لو كونت بهذه السميه اللي هي فورنيسور. كنا شرينا السلعه بخمسين ألف درهم، فوالا هي 50 ألف درهم. إلا جمعنا المداخل اللي دخلناها كاملة غنلقاو 700 ألف درهم. هاد 700 ألف درهم هادي اللي دخلناها كاملة، علاش أصلا حنا جبناها؟ باش نشريو بها أمور اللي غنحتاجوها في الخدمة ديالنا، لي زومبلوا، كيتسمو لي زومبلوا. يعني هادوك الفلوس اللي عندي اللي جبت غنأمبلويهم، غنوظفهم لاكيزيسيون دي زيليمون اللي غنحتاجهم في لاكتيفيتي كوميرسيال او لا اندستريال بصفه عامه، اكتيفيتي ايكونوميك. لونتربريز ام شنو دارت؟ شرات الباتيمون، يعني شرات اللوكال، ولكن اللوكال في البلان كونطابل ما غتلقاوش لوكال، غتلقاو باتيمون. المقدار ديال الباتيمون 380 ألف درهم. ابخي شرات واحد لا فواتور، هذيك لا فواتور في البلان كونطابل ما غتلقاوش فواتير، وانما غتلقاو ماتيريال دو ترونسبور بالضبط في لا كلاس 2 اللي لو كونت ديالو 23 40. شريناها ب 120 ألف درهم. ابخي شرينا دي موبيلي دو بيرو ب 70 ألف درهم. شرينا لا مارشونديز ب 50 ألف درهم. فتحنا لو كونت بونكير وحطينا فيه 60 ألف درهم. ابخي 20 ألف درهم خليناها عندنا في لاكيس. الوغ كيف ما كتلاحظوا، دخلت 700 ألف درهم، خسرت 700 ألف درهم. يعني القاعدة الأولى والرئيسية كتقول باللي لا توتال دي ريسورس سيكون كيساوي لا توتاليتي دي زومبلوا. ندوزو دابا للمحور الثاني اللي هو لي كومبوزونت دو باتريمون دو لونتربريز، نوسيون دومبلوا اي دو ريسورس. لي ريسورس سو سون دي بوسيبيليتي فينونسيير دون ديسبوز لو كرياتور دونتربريز بور لا فينونسي. لي ريسورس هما دي بوسيبيليتي فينونسيير، يعني امكانيات ماليه، فلوس دون ديسبوز لو كرياتور دونتربريز بور لا فينونسي، اللي كيملك مالك الشركه باش يمول لونتربريز ديالو. فحالاش؟ فحال الكابيتال وفحال لي ديت. لي ديت كينقسموا لجوج، كاين لي ديت سوبيريور على اون اني اللي كنرجعوهم اكثر حتى تفوت عام، ولي ديت اللي كنرجعوهم قل من عام كيتسموا لي ديت، واللي كيترجعوا حتى تفوت سنه كيتسمى قلنا دي زومبران. alors que les emplois sont des utilisations que l'entreprise fait à travers ses ressources. يعني les emplois هما دوك الاستعمالات اللي الانتربريز قامت بهم بفضل دوك لي ريسورس اللي جمعت. فحالاش؟ بحال مثلا شرات دي ماتيريال، بحال مثلا كونت واحد لو ستوك اكسيتيرا. remarque: les notions d'emploi et de ressources sont remplacées comptablement par les notions d'actifs et de passifs. يعني في الدومين دو لا كونطابيليتي ما كنقولش عندي دي ريسورس وعندي دي زومبلوا، وانما كنعوضهم ب عندي دي باسيف وعندي دي زاكتيف.
de ce débat les différentes catégories des apports. Pour constituer une société, les associés mettent en commun des biens appelés apports qui sont destinés à assurer le fonctionnement de la société et dont la propriété est transférée à la personne morale, c'est-à-dire société constituée. يعني باش نأسس واحد سوسيتي لي زاسوسي يعني هادوك الناس اللي غيأسسوا لا سوسيتي كيتشاركوا في دي بيان يعني كيجيبوا دي بيان وكيجيبوا الفلوس هادوك لي بيان ودوك لارجون اللي كيجيبوا شنو كيتسموا دي زابور يعني لي زابور هما دوك الامور اللي بهم كنأسسوا لا سوسيتي ديالنا كي سون ديستيني ا اسيغي لو فونكسيونمون دو لا سوسيتي يعني بهم كيف ما قلت بهم باش كنخدم وبهم باش لا سوسيتي كتكون بدات النشاط الاقتصادي ديالها اي دون لا بروبريتي اي ترانسفيري على بيرسون مورال يعني واخا مثلا دوك الامور انا اللي جبتهم ما كيبقوش في الملكيه ديالي ولكن كيتحولون للملكيه ديال لا بيرسون مورال واللي هي لا سوسيتي اللي اسسناها اون كونتربارتي دو سون لابور شاك اسوسيي اكيري un droit sur la société sous forme des parts dans le capital social constitué. يعني بالمقابل ديال دوك لي زابور اللي كنجيبو شاك اسوسي كل واحد في دوك لي زاسوسي اللي اسس لا سوسيتي كيكون عنده حقوق في ديك لا سوسيتي عبارة على حصص دي بار dans le capital social constitué. C'est-à-dire le capital les sœurs. Maintenant, un assiste de la société, mais un monsieur X. Un jupte 50% de les apports. Les gens qui ont 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 les gens انا غناخد النص هو غياخد النص الى انا ساهمت ب 30% انا غناخد الثلث هو غياخد 70% Généralement, il existe trois types d'apports. Apport en numéraire, somme d'argent, l'espèce, chèque, virement, et l'apport en numéraire, le flux, l'argent, soit espèce, soit cash, soit chèque, ou là, virement. Apport en nature, ce sont des biens. Ces biens peuvent être corporels ou incorporels. Halash, le bâtiment corporel, yani un droit de le corps, le fonds de commerce, brevet d'invention et logiciel. Yani, les canadrales des apports en nature, yani canadrales des biens. L'apport en industrie, apport de savoir-faire, expérience. Et de connaissances techniques ou professionnelles. Nate comme exemple, je vais vous faire un nom de l'apport. Maintenant, un ou un stagiaire de l'île, Brina, un diro, ou un matam, ou un matam. Un homme a dit que ou le kin, un diro, un magel, tabr. Je ne kan kollo. Kan kollo, un tetro de l'flus, ou un trouble de l'hibra. Yann, le hibra de l'île, il dit que le magel de la cuisine. هذيك الخبره ديالي في المجال ديال لا كويزين بحد ذاتها راه كتسمى ابور ابور اون اندستري مي رومارك سول لي ابور اون نيميرير اي اون ناتور سون ديستيني ا فورمي لو كابيتال دو لا سوسيتي اي اون لي ابيل ابور اون كابيتال يعني بالنسبه لو كابيتال دونتربريز راس المال ديال الشركه ما نقدروش نأسسوه بلابور اون اندستري سول لي زابور اون نيميرير اي اون ناتور غير لي زابور اون نيميرير يعني فلوس اي اون ناتور دي بيان هما الوحيدين اللي نقدروا نأسسو بهم لو كابيتال ديال لا سوسيتي واللي كنتسماو ابور اون كابيتال كان معكم طالب فتحي نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لابارتي مزيان على فيديو بروشين ان شاء الله